سجل. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا 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 اللي هو الاندرولوجيك امرجنسيز اند سيركمسيجن. اهميه الموضوع ده تكمن في انه بيتعرض ليه كل الناس، مش محتاج يورولوجيست يتعرض ليه. والتدخل فيه كود سير، مش بس الكوالتي اوف لايف، ممكن كود سير ذا بيشنتس لايف نفسها. نبدا واحده واحده من الاندرولوجيك ميثودز ونشوف انا كـ GP ممكن اتعامل بيها ازاي وامتى احوله على اليورولوجيست. هناخد الاندرولوجيك ميثودز بـ 2 توبكس. اول توبك الاكيوت سكروب، ثاني توبك الاكيوت بيز. بالنسبه للاكيوت سكروب يهمني الديفرنشال دايجنوز اوف اكيوت سكروب. اهم واحده ولازم احطها بالبال واستبعدها يعني كل اكيوت سكروب از اكيوت تورشن انتل بروف اوف اورس. لازم احط بالي الاكيوت تورشن. التورشن ممكن يكون تستيكرال او تستيكرال ابندجز. لكن لو ما كانش تورشن امتى ايه حاجات ثانيه ممكن تكون؟ اكيوت ابيدمايتس او كومبليكيت انجوينال هيرنيا او مامبس اورجانيز. طيب بالنسبه للتستيكرال تورشن عندنا تو تايبس اوف تستيكرال تورشن، يا اما اكسترا فاجنال يا اما انترا فاجنال. السيمبتوماتولوجي يوجوالي البيشنتس بريزنتنج باكيوت بين، سادن اونست اوف بين. يوجوال التورشن بيكون ان وانس، يعني لو الرايت سايد بيبقى انتي كلوك وايز، لو الليفت سايد بيبقى كلوك وايز. ده يهمني بايه؟ بان لما اجي اعمل بي تورشن، لو انا كنت لاكي انف ان انا شفت العيان ده في الفيرست ايرلي اور يبقى ممكن اعمل بي تورشن اند كود سيف ذا بيشنت. يهمني بعد كده الساينز. الساينز انه بيكون في اكيوت بين شورتنج اوف ذا كور وسويلنج والريدنس يوجوالي بتيجي ليه؟ وده لازم افرقها ما بينها وبين الميدينوكاس. ممكن بقى سويت مع ده سنتونز بومتنج وهكذا. اهم حاجه لو انا ميسنج مش عارف يا ترى ده تورشن ولا اكيوت بالماتش، دون مس انك انت تعمل دوبلر التراساوند. الدوبلر التراساوند كان الدوبلر التراساوند عشان نشوف الارتيريا السبلاي. هل الستيسس هاز ا جود بلاد سبلاي وذا يوجوال مع الميدلمايتس؟ لكن لو هي ابسنت بلاد سبلاي دي مع التورشن. التريتمنت طالما شخصناها سهله، ذس ان امرجنس لازم تريبير. والهدف بتاعنا ان احنا نعمل زي ما قلت، لو انا لاكي نوت مثلا معين ده جنبي ابن اخويا حاجه يبقى انا هعمل لي تورشن وخلاص. لكن مهم جدا تو سيف، لان التورشن كود بي ريكرنت او تو سيف ذا اذر تيستس لازم اعمل فيكسيشن للتيستس، سواء للتيستس دي اللي انا هرجعها او للاذر كونترالاترال تيستس. فالتريتمنت لو عيان جاري المستشفى النهارده بيكتشر تورشن with absent of blood flow to the testis exploration، لو هي viable testis برجعها واثبتها، لو هي not viable بعملها اوركيدكتومي، وكلا الحالتين بثبت الاذر testis. ده موضوع acute scope. الموضوع الثاني موضوع acute pains. البينس هاز تو تايبس بيشنز، يا اما ارتال تيشو يا اما ارتال تيشو بوم يوريثرا جلاند. فالارتال تيشو هناخده في موضوعين، البرايفيزم والبلاند فراكشن. ان انا ارتال تيشو هناخده في ثلاث موضوعات اللي هي فايموزس بارا فايموزس اند هير. طيب موضوع البرايفيزم، وات از ذا ديفينيشن اوف برايفيزم؟ برايفيزم عباره عن بين يوجوالي بين سستين اريكشن مور ذان 4 hours without desire. Without desire. العيان بيجي prolonged erection. لو انا
could catch him early to save this penis. Now, who guy late, usually inspire a transplantation or maybe a unit of penis. There are two types of problems, ischemic or non-ischemic. The commonest is ischemic. The causes may be idiopathic without being 35% of patients. Like in the drugs. هل العيان خد انتراكابرنوزا دراج ثرابي قبل كده او ماشي على ارماكو ثرابي دراجز؟ في بعض الدراجز بتعمل برايبز وخاصه السايكتروبيك دراجز. الميديكال ديزيزز لازم استبعدها زي بلاد ديزيزز الثلاسيميا مثلا او لوكيميا. بيمالينت انفلتريشن بروم سايد اورجنز زي مثلا البلادر وبلادر ميد او نيوروجينيك ديسوردرز. سكوربنس تينك لازم استبعدها كل حالات الاطفال بممكن تعمل برابل. التروما يونوري بتعمل نون اسكيميك برابل. Once this case of برابل you should repair it. Is it is an andrologic emergency. You should repair it for the urologist. Usually the urologist بيعمل evacuation أو injection in vasoactive drug usually epidrine أو epinephrine. وبعد كده لو هو not responding وما تسمرجعش فبنضطر نعمل shunt. Penile fracture. Actually penile fracture لازم يحصل من erect penis. يعني لو شفت عيان عنده penile fracture you couldn't miss it. هتلاقي sudden onset of acute swelling والبينس بيبقى like an implant نتيجة لتروما on erect penis. لو العيان بيقول لك لا ده تروما اثناء كاس بينس couldn't come. ليه؟ لأن it's an actual fracture. ال pressure inside the corpora during the maximum rigidity is more than is around 300 millimeter mercury. So it is actually cracked. Like bone, fracture, fracture, or penis nutrition, and trauma. Symptoms, the patients will represent the history of trauma on an erect penis, and sudden onset of swelling, or blackish, or hematoma, penis. The signs you couldn't miss it is an implant deformity. Investigations usually العيان ما بنحتاجش investigations كتير لكن ممكن نعمله MR عشان نحدد السايت بتاعه. يهمني هل الفراكشر extending to the urethra ولا لا؟ فده بعرفه ان في دروب بلاد at the extremities. لازم العيان ده شوف is an emergency لازم يتفتح على طول immediately والا هيحصل complications. ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل؟ اهمها الكودلوس انسريكشن نتيجه للفايبروزس او نحصل نتيجه للانفكشن. التريتمنت ان احنا بنعمل ايفاكويشن للهيماتوما وبنعمل ريبير للتيونيكا انفيوم. بالنسبه للنون اريكتال تيشو يهمنا ثلاثه ايتمز اللي هو البايموزس والبارابايموزس والهيرتا. البايموزس عباره عن failure to retract the prepuce ان انا مش قادر اظهر الجلانس مش قادر ارجع البريبيوس. فده يوجوالي نتيجه واحده من اثنين يا اما في ادهيرنس ما بين الجلانس الانر سايد اوف الجلانس والبريبيوس يا اما نارو اكسترنال ميتس. النارو الميتس بتاع البريبيوس نفسها ضيقه. اهميتها بتكمن في ان لو طفل عندك البايموس ده ممكن يجي ب ريتنشن سواء اكيوت ريتنشن او الكرونيك ريتنشن حسب الاونست بتاعها. اهم حاجه فيها ان انت ممكن الريتنشن ده يعمل باك فلو على الكيدنز وهو كذا ان الكيدنز
وبالتالي مهم جدا ان انا لازم اعالج العيان ده. التريتمنت بتاعنا بجاست سيركم سيرجري. بالباربايموزس العكس، ان انا الريتراكتد بينس مش قادر ارجعه تاني اغطي بيه الجلانز، وده البروكنسس اهم فيه. يوجوالي ان سم وان ريتراكت ذا بريبوس، الريتراكتد بريبوس لازم يرجع، نيفر ليف ذا بريبوس ريتراكتد بيهايند ذا جلانز، لان وانس حصل اديما في الجلانز مش هتقدر ترجع تاني. عشان كده مجرد ما ترجع البريبوس لسبب او لاخر رجعه تاني مكانه علشان تكبر زيجانس، والا هيحصل البارا بايموز. اهم كوميونيكيشن لينه ممكن يحصل جنجرين وزيجانس نتيجه للصق والصق. التريتمنت في emergency تريتمنت ان احنا نعمل جاست دورزال سليب. دونت ميك سيركمسيجن immediately لانه ده معناها انه يحصل بليدنج انفكشن او كذا. لكن اول حاجه بنعمل الدورزال سيت رجع للبريبيوس ورجع الجلانس تفك القديمة بتاعتها والانفلاميشن، وبعد كده ليتر اون بنعمل الكتيف سيركم سيجن. هير تايب از نوت انكوم، الهير تايب بنشوفها مش از نوت رير بالمناسبة. اهم حاجة في الهير تايب يو شود ا بيرفكت اكزامينر، لازم تفحص البينس كويس، لان فعلا فحص البينس كويس وده اللي بننصح بيه الستات. ازاي بتيجي؟ الله اعلم، بس بتيجي ان في هير بتلف حوالين البلانز وكود انديوس فيستيرا وكود انديوس جنجرين في البلانز. التريتمنت جاست ان احنا بنقص الهير. نوصل لموضوع سيركمسيجن. اهميه السيركمسيجن ان هو الباراميديكالز بيعملوه، فمن باب اولى الميديكالز لازم يبقى اورينتد بيه. الانديكيشنز اهم حاجه في السيركمسيجن انديكيشنز، امتى تعمل السيركمسيجن؟ السيركمسيجن ممكن تراديشنال اسر عائلات نتيجه ريليجيوس، او ان احنا بنعملها فور بارا فايموزس او بارا ودي بتكون الكتيف او فايموز ايمرجنسي بيزس، او العيان عنده ريكارنت تطلع عنده ريكارنت يورينري تراكت انفكشن نتيجه للبازايكو يوريترال ريفلكس تو مينيمال ذيس ريكارنت يوتيرا. في كونترا انديكيشنز في كونترا لما الطفل جاي لك بايكس بيتس، لا انا هعمل سيركمسيجن اثناء العمليه بتاعتي في بيت بتاعتي بايكس بيتس، فده هو هتعمل سيركمسيجن. لوكال سكين ديزيزز زي انفلاميشن او ديما او راش، عشان كده احنا بنقول في حالات الكره الموز ما تعملش دي الا اون الكتريك بيز. هيوج سكوانس كوتال سويلنجز، ليه؟ لانه مهما عمل ممكن تسلخ البينس خاص من السكين ويبقى كونسيل البينس برضه ويبقى الجلانس بالظهر. لا، صلح الاول السويلنجز دي داري البينس وبعد كده اعمل سيركونسيل. مايكرو بينس او كونسيل بينس نفس السبب السابق، او before correction of any bleeding sore. يعني لو عيان عنده bleeding sore ده هيموفيليا، ده مش كونترا انديكيشن انك انت مش هتصيب الكونترا انديكيشن على مين، لكن لازم تصلح الهيموفيليا الاول، تحضر على البلازما هو كذا والفاكتور الناقص، وبعد كده بعمل له سيركم سيجن. اهم كومبليكيشنز من السيركم سيجن، عشان كده ما حدش يعمل سيركم سيجن الا اذا كان اورينتد بالكومبليكيشنز بتاعتها، والا دونت دو ات. اهم كومبليكيشن للسيركمسيجن حاجتين، البليدنج والتروما. البليدنج وده بي كيربول انك انت تاخد غرز كويسه تمام بين برينيولر ارتري او دورسال كنايل ارتري، علشان هم دول يوبل سايز بليدنج. التروما، التروما ممكن تروما تو ذا جلانس، ممكن تروما تو ذا يوريثرا، عشان كده بريميتيكولاس اثناء دي. ويوجوالي ان احنا ما تستعملش الفول كاتنج، لكن ممكن تستعمل الديسكشن لو انت في الايرلي نوت اكسبيرينس، وهتبدا اعمل سيركمسيجن بالديسكشن. اذر كومبليكيشنز انكلودينج ميت السوز، وعشان كده العيان ده ما بنعرضوش لايرلي بعد السيركمسيجن لسنسيتك كفرنس
ليه؟ لأنه في ممكن تعمل إكزيما وإديمة وممكن تعمل ميتوس، لكن يجب أن تستعمل حياتك القطنية لغاية ما الهيلينج من الأسبوع الحالي. ودايما لما يجي لك العين بعد أسبوع قص على الطب ده على الميتوس بتاعه، حصل في كراس على التركل على الميتوس بتاعه بتسمى الميتوس، لأن ممكن دي تكون بداية ميتوس تموتوس. أو إن العيان يجيلك أمه بكونسيل جلانس، والله أنا عامل أرسل كونسيل والجلانس موت أبير، ده زي ما يكون ما طهرش. خلي بالك هو تعمل هو تعمل سكند سيركمسيجن تمام كده وبس، كون زي ماذرز كومبلين، لا ويت اند ويت اند ويت اند ويت، والا هتمشي وراها تلاقي نفسك صرخت البينس وما عملتش اي ما عملتش شورت من البينس ليتر اون ويدعو عليك بليز ريبير وبيك اب بليز، واستنى لغايه لما نشوف نحل مساله الكونسيل. Thank you.